ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا معكم بوصفة جديدة. اليوم غادي نقدم لكم وصفة الكاشير منزلي مع طريقة التحضير بطريقة صحية. هذه الوصفة غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، غادي نحتاجو 150 حتى 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، نص كاس ديال الزيت او ما يعادل 80 مللتر. غادي نحتاجو شويه الزيتون مقطع اللي بغى اختياري، يعني اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ما يديروش. غادي نستعملو زوج ديال الفرماجات، 3 معالق ديال الطحين، والعطريه انا هنا غادي اختاريت غادي ندير معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه ديال التحميره حلوه، ومعلقه صغيره ديال التحميره حاره يعني السودانيه اللي بغاها، اللي كيبغي الحرور يدير القياس اللي يعجبو، معلقه صغيره ديال القزبر مطحون، فرع ديال الثومه وشويه ديال الثومه مطحونه. وهنا عندي دامه ديال البنه غير فيجيتال يعني غير ديال الخضره. بالنسبه لطريقه التحضير سهله جدا، يعني غادي ناخذ صدر ديال الدجاج وغادي نقطعوه ونديرو في الطحانه حتى يولي كفته، ومن بعد غادي نضيف عليه جميع المكونات ونطحن كل شيء مع بعض ونرجع معاك. من بعد ما طحنا الكفته ولات على هذا الشكل، غادي نضيف عليها وبطبيعة الحال ما غاديش نساو معلقه صغيره ديال الملح. غادي نطحن كل شيء ومن بعد نرجع معكم. نطحنوا المكونات كامله، غادي نزيد هنا ملون غذائي اختياري، يعني اللي بغى يدير ملون يديرو، اللي ما بغاش يخلي اللون ديالو عادي. انا ما كيعجبني نشوفو احمر. غادي نعاود نطحن. من بعد ما حصلنا على هذا الخليط، يعني القوام ديالو شكل ديال الكيكه، ما جاريش بزاف وما حارتش بزاف، غادي ندوزو دابا لتشكيل الكاشير ديالنا. هاد الكميه اللي درت البنات انا غادي نقسمها على جوج باش نوري لكم، واحد غادي نديرو بلا زيتون، وواحد غادي نضيف عليه الزيتون مقطع شرائح. غادي نحتاجو جوج اوراق ديال ورق الفرن، غادي نحتاجو بابي الومنيوم، وغادي نحتاجو بلاستيك غذائي. علاش قلت لكم في اول فيديو البنات بلي غادي نوريكم الطريقه الصحيه للطياب ديال الكاشير، لان بزاف ديال البنات كيستعملوا الكاس ديال الكاشير واللي هو من بلاستيك وماشي صحي، ماشي طريقه صحيه. اليوم غادي نديرو طريقه سهله، يعني كلشي عنده هاد المكونات. اول حاجه غادي نديرو الكميه اللي بغينا فوق ورق المطبخ، وغادي نلويوها وغادي نعاودوها ثاني فوق ورق المطبخ، ومن بعد عاد غادي نديرو البلاستيك الغذائي ونلويو مزيان جوج مرات ثاني، غنكرر نفس العمليه جوج مرات. واخر حاجه هي البابي الومنيوم، يعني باش ما يتسرب لينا حتى شي حاجه لا من البلاستيك لا من البابي الومنيوم في الكاشير ديالنا. وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. نحطو الكمية اللي بغينا في الوسط، من بعد كنبداو نديرو هاد العملية، كنزيرو الخليط ديالنا باش يعطينا الشكل ديال الكاشير، وكنلويو منخليوش يمشي بزاف الجناب، نديرو نفس العملية. صافي غير كيتلوى كنجمعو هاد الجنيبات. انا هنا غادي نستعمل بهاد الالاستيك هذا كنسد ليهم اول مرحله وحتى اخر مرحله باش ما تخش ليا الكاشير.
هذا كيعاون غير باش الورقه ما تحلش. تنكملوا العمليه. صافي هذه المرحله كنخليه بحال هكذا. غادي نجيب دابا بلاستيك عدائي غادي نبدا نلوي عليه. كنضيق و كنشد مزيان، عاد كنبدا ندير هاد العمليه باش كيبدا يتجمع الكاشير ديالي. ما خاصش يبقى فيه الهواء الداخل، يعني كنديروا هاد العمليه باش كيتزير. غادي نعاود معكم الفات مره اخرى بلاستيك غذائي باش تشوفوا الطريقه. كنحطو هنا كنزويو عليه بلاستيك غذائي، كنزير الجناب غير بيدي، كنشدهم وكنبقى ندور. ملي كتحرب لينا وكيجي كتحسو به هنايا، مبقاش ولا قاصح، مبقاش فيه الهواء بزاف. هاد العملية تقدروا بلا ما تسدو بهذاك الإلاستيك، غير لويوها حيت مازال غادي نديرو بابي ألمنيوم. حاولوا تلويو هاد الميكا اللي درنا. صافي اخر مرحله هي صافي ألمنيوم بنفس الطريقه، كنزير من الجناب وكندور في نفس الوقت. غير بشويه حيت كيتقطع باش ميدخلش ليه الما. غادي نعاود العمليه الثانيه. نشد الجناب نزير وكنلوي. صافي غير بشويه نلوي هاد التنتات بلا ما نديرو الإلاستيك. وها هو الكاشير الأول ديالنا وجد. غادي ندوزو للتاني، غادي نديرو بنفس العملية، غير هو غادي نزيدو عليه الزيتون، ومن بعد غادي نديروه في طنجرة يكون فيها الماء ديجا بدا في الغليان ديالو. درتو هنا قبل وشوفو معايا المراحل. من بعد ما غلى لينا الماء البنات حطينا الكاشير ديالنا، غادي نغطيو عليه ونخليوه يطيب مده 40 دقيقه. من بعد ما غادي يطيب معنا غادي نحيدوه من الماء ونخليوه يبرد مزيان، يعني نخليوه 3 4 سوايع حتى يبرد مزيان، ونديروه اللي بغى غير يدفى ويدخلو الثلاجه يبرد ماشي مشكل، المهم ما ديروش سخون في الثلاجه. ما دازت 40 دقيقه البنات كنطفيو عليه البوطه وكنحيدوه من الطنجره، حطوه على جنب حتى يبرد مزيان
ولا يولي بحراره في المطبخ، ومن بعد غادي نخليه في الثلاجه تبرد حتى الوقت اللي نبغيو نستعملوه. صافي، من بعد ما برد الكاشير ديالنا انا خليته اكثر من 3 سوايع في الثلاجه. غادي نحلو دابا باش نشوفو النتيجه النهائيه. الطريقة غنكونو صايبنا كاشير صحي في البيت، لا بلاستيك لا مواد حافظة، وكتكون هذه هي النتيجة النهائية. صدقوني غادي تجربوه ما غاديش تندموا عليه، جا رائع في المذاق. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات، نتمنى تجربوه وتردوا عليا. كنصحكم تستعملوا هذه الكميه اللي عطيتكم، بما ان ما فيش مواد حافظه وما غاديش يصبر في الثلاجه بزاف، يعني الا صبر غادي يصبر معكم 3 ايام. نتمنى تجربوها البنات، غادي نتسنى التعليقات ديالكم في القناه، وما تنسوش تدعموني. والى وصفه قادمه ان شاء الله، وشكرا على حسن المتابعه.